قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية المهندس عصام بن عبد الله خلف بتوقيع اتفاقية تشييد مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وذلك بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان. وأكد وزير الأشغال بأن المشروع يأتي ضمن المشاريع الحكومية الخدمية التي تقوم الوزارة بتصميمها والإشراف على تنفيذها لصالح الجهات والوزارات المختلفة بالمملكة، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم المشروع كافة متطلبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى في ضوء تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء والمتابعة الحثيثة لولي العهد بشأن تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. المشروع سوف يستغرق بناء 24 شهر ويبنى على مساحة أرض حوالي 37,000 متر مربع ومساحة بناء حوالي 12,000 متر مربع، وسوف يحوي على حوالي 6 مباني للتنمية الاجتماعية حسب متطلبات وبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. سيكون هذا المجمع للخدمات الاجتماعية التي تلبي متطلبات المجتمع البحريني. المشروع إن شاء الله سوف يتم البدء به خلال الشهر القادم، وسوف يكون إن شاء الله نقلة نوعية في خدمات الحكومة الموقرة إلى المواطنين في المجال التنمية الاجتماعية. حقيقة هذا المركز اللي يعني تم التوقيع عليه اليوم مع مركز التنمية، مركز الكويتي للتنمية ووزارة الأشغال، يعتبر من المراكز العلمية المتخصصة والمتكاملة لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للعديد من الشرائح في المجتمع، أبرزها هو الخدمات اللي راح نقدمها لفئة الأحداث من الجنسين الذكور والإناث. هناك مراكز متخصصة لرعاية الأحداث خاصة من تصدر بحقهم أحكام أو إجراءات معينة، سوف يتم التعامل معها بصورة علمية تربوية تأهيلية ضمن هذه المراكز. هناك أيضا دار الأمان ودار الكرامة اللي تعنى أيضا بالعنف الأسري.